بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هبدا اكلمكم عن اول حصه في التفاضل او اول محاضره في التفاضل او الاشتقاق. طبعا زي ما قلنا الاشتقاق او التفاضل بدات قصه الاشتقاق من النهايات او الليميتس، زي ما احنا خدنا تمام الليميتس او النهايات، زي ما بكتب ال اي ام ليميت تمام اللي هي النهايه، دلتا اكس تؤول الى الصفر. فأنا ببدأ أقول إن الاشتقاق عبارة عن نهاية لما دلتا إكس تقول للصفر لمين؟ للإف أوف إكس زائد دلتا إكس، يبقى أنا عندي إكس زائد دلتا إكس تمام؟ بعمل لها الفانكشن بتاعتي اللي هي الإف أوف إكس زائد دلتا إكس ناقص الإف أوف إكس، يبقى أنا باخد الإكس وأضيف عليها دلتا إكس وأجيب الفانكشن بتاعتي وبالتالي بسميها إف أوف إكس زائد دلتا إكس وأطرحها من إف أوف إكس. تمام، يعني كأني بمثل على محور الأعداد. تمام، زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده، باخد نقطة اكس اهو، برسم الخط كده، في عندي النقطة دي اسمها اكس، وبعديها بشوية قلت دي عبارة عن اكس زائد دلتا اكس، يبقى انت عندك هنا الجزئية دي بنسميها دلتا اكس. هاخد سيكشن او شريحة كده من الاكس، ممكن تبقى اصغر ممكن تبقى اقل، فالمهم الجزئية دي بنسميها دلتا اكس. يبقى انا هاخد اكس زائد دلتا اكس ناقص اف اوف اكس على الدلتا اكس. خلي بالك هنا الليمت لما الدلتا اكس تؤول الى الصفر. طبعا ده هو اللي احنا بنسميه الاشتقاق او التفاضل، اللي هو لما يكون عندي داله بسميها الاشتقاق بتاعها، الداله اصلا اف اوف اكس فالاشتقاق بتاعها اف داش اوف اكس. طيب لو انا سميت الاف اوف اكس دي يعني داله في الاكس بتساوي واي، يبقى الواي بتساوي اف اوف اكس، يبقى ده معناه ان انا لو عملت تفاضل، التفاضل ده هنضيف شرطه هنا فوق كده اللي هي الداش، تمام؟ تفاضل الواي بيساوي تفاضل الاف اوف اكس، يعني الواي داش بتساوي اف داش اوف اكس. طيب اف داش اوف اكس دي اللي معناها دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس، لو كانت اف يبقى اقول دي اف باي دي اكس، يبقى انا هنا بعمل تفاضل بالنسبه للاكس. طبعا هنبدا ناخد قوانين التفاضل او قواعد الاشتقاق او قوانين الاشتقاق. هناخد اول قاعده تمام اللي هي مشتقة الدالة الثابتة، أي دالة ثابتة يا شباب عندي الكونستانت دايما التفاضل بتاعه بيساوي زيرو، يبقى اف اوف اكس بتساوي كونستانت، سي معناها كونستانت، يبقى ده معناها اف داش اوف اكس بتساوي صفر، يبقى مشتقة الدالة الثابتة بتساوي صفر، يبقى أي دالة ثابتة تفاضلها بكام؟ تفاضلها بصفر، يبقى اف اوف اكس لو كانت ب10 مثلا يبقى الاف داش اوف اكس بتساوي صفر، لو اف اوف اكس كانت بسالب 50 يبقى برضه تفاضلها الاف داش اوف اكس بتساوي صفر، يبقى اي مشتقه ثابته او اي رقم ثابت او داله ثابته التفاضل بتاعها يساوي صفر. طيب لو كان عندي داله بتقول واي بتساوي اكس اس ان اللي هي الداله الاسيه، هنعمل ايه بقى في التفاضل؟ زي ما انا كاتب لك بالبلدي كده اهو، نزل الاس واطرح واحد من قيمه هذا الاس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنزل، يبقى تفاضل الواي اهي، قلنا تفاضل الواي بواي داش، طب اعمل ايه هنا؟ انزل ال n على السطر، ال n تنزل تحت، واطرح من ال n واحد، يبقى هتبقى n في x اس n ناقص واحد. تعال ناخد مثال بسيط، لو انا عندي فانكشن f اوف x بتساوي x تكعيب، يبقى التفاضل بتاع f اوف x يساوي مين؟ تفاضل f اوف x بيساوي f داش اوف x. طب دي x تكعيب، اعمل ايه؟ انزل التلاتة تحت على السطر، يبقى تلاتة نزلت، والاكس تكعيب هطرح من التلاتة واحد، تلاتة ناقص واحد باتنين، يبقى هتبقى تلاتة اكس تربيع. طيب لو كان عندي اف اوف اكس بتساوي اكس بس، الاس بتاع الاكس هنا يساوي واحد، الاس بتاع الاكس هنا يساوي واحد، فهنزل واحد تحت على السطر، واحد في اكس اس واحد ناقص واحد، هطرح من الاس واحد هيطلع اكس اس صفر، طب اكس اس صفر اي رقم اس صفر بواحد، يبقى هيبقى واحد في واحد، فبالتالي هيطلع تفاضل الدالة اكس يساوي كام؟ يساوي واحد. اعتقد مسألة بسيطة وسهلة جدا. بعدين هنبدأ ناخد مشتقة الخاصة بثابت مضروب في دالة، ثابت مضروب في دالة، بيقول لي والله طلع الثابت بره وبعد كده اعمل مشتقة للدالة نفسها، يبقى هطلع يبقى مشتقة ثابت في دالة هتساوي ثابت في مشتقة الدالة. ثابت ده مش واحد صاحبك، ثابت ده اللي هو الكونستانت، رقم 5 7 10 1000 100 الكونستانت بتاعنا اللي احنا بنسميه الثابت. يبقى الواي بتساوي سي مضروبه في الاف اوف اكس، هعمل ايه؟ اطلع الثابت بره ملوش دعوه بالتفاضل هيطلع، وبعدين اعمل تفاضل للداله، فالاف اوف اكس تفاضلها اف داش اوف اكس،
يبقى الاف اوف اكس لو كانت 3 مثلا اكس تربيع، الثلاثه دي مالهاش دعوه هتنزل، يبقى انا هفضل الاثنين، الاثنين تنزل بقى تتضرب في الثلاثه تبقى كام؟ 2 في 3 اهي الاثنين نزلت تحت، وعملت تفاضل الاكس تربيع طرحت من الاثنين واحد، يبقى عندي 2 ناقص 1 ب1 يبقى اكس اس 1 اللي هي باكس. يبقى تاني الثلاثه دي اللي هي الثابت مالهاش دعوه تنزل زي ما هي، يبقى ان الثلاثه نزلت. وفضلنا مين؟ فضلنا الداله اللي هي اكس تربيع. يبقى انت لو عندك، تعال نطبق، مشتق ثابت في داله، مين الثابت في الحاله دي؟ الثلاثه. ومين الداله؟ اللي هي اكس تربيع. عملت ايه؟ طلعت الثابت بره وضربته في تفاضل الداله، ضربته في تفاضل او مشتق الداله. طب الاكس تربيع تفاضلها بكام؟ ب2 اكس. طب 2 اكس في 3 يديني 6 اكس، يبقى تفاضل هذه الداله هيطلع ب6 اكس. نفس القصه، خلاص الموضوع بقت لعبه بالنسبه لنا واحنا ناس فاهمين. الستة هتنزل تحت تضرب في الخمسه، يبقى 5 في 6 ب30، تمام؟ 5 في 6 ب30، والاكس اس 6 هطرح من الستة واحد تبقى 30 اكس اس 5. الموضوع بسيط جدا يا شباب، قواعد التفاضل تمام سهله جدا، وهنبدا نشتغل عليها مسائل كتير جدا في الامتحانات. طيب مشتقة المجموع الجبري لعدد من الدوال، يعني انا عندي داله اف 1 وعندي داله اف 2 وعندي داله اف 3 كلهم مجموعين او مطروحين، اعمل ايه؟ بعمل حاجه واحده بس، بفاضل كل واحده على حده. يعني انا لو عندي اف 1 زائد او ناقص اف 2 زائد او ناقص اف 3، لما اجي افاضل الواي، الواي بتبقى واي داش. طب الواي داش، الواي داش دي هتساوي تفاضل اف 1 زائد تفاضل اف 2 زائد تفاضل اف 3، ولو كان ناقص برضه مش هتفرق معايا، فكاني كده بفاضل كل جزئيه لوحدها. فتعالى ناخد مثال، ادي اف اوف اكس دي داله وادي داله وادي داله، ونقدر نقول على الداله دي داله تربيعيه والداله دي داله من الدرجه الاولى والداله دي داله ثابته، او نقدر نقول على المعادله كلها معادله تربيعيه من الدرجه الثانيه، تمام؟ يبقى انا عندي، انا عندي 3 اكس تربيع دي اقدر اعمل لها تفاضل، يبقى الاف اوف اكس تفاضلها اف داش اوف اكس. طيب اكس تربيع تفاضلها بنزل الاثنين تحت اضربها في الثلاثه تبقى بسته، ويفضل عندي هنا اكس اس 1 لان الاثنين طرحت منها واحد بيت بواحد، يبقى خلاص 2 في 3 ب6 اكس. خلاص اللي مش مركز معايا اللي نام يا شباب، تفاضل الاكس بس بواحد قلناها فوق اهو، الاكس بس تفاضلها بواحد، وجت ازاي؟ ان انا عندي اهو، تعالى اشرحها لك بالراحه عشان تفهم جت ازاي. ادي الاكس، الاكس دي المفروض اس واحد، احنا بنقول ايه القاعده؟ القاعده بتقول نزل الاس الواحد ده ينزل تحت، اهو نزل تحت في اكس اس الان دي، تمام؟ ناقص واحد، يبقى واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد بصفر، اي حاجه في الدنيا اي رقم اس صفر بواحد، يبقى واحد في واحد بواحد. يبقى لما خلاص مش هقعد انا كل شويه احكي نفس القصه، لما تشوف اكس تفاضلها بكام؟ ها؟ بواحد. يبقى نرجع هنا، ادي الاف داش اوف اكس، خلاص فاضلنا عباره عن 2 في 3 ب6 نزل اس واطرح منه واحد، يبقى 2 في 3 ب6 اكس ناقص 2 تفاضل الاكس لوحديها بواحد. اي رقم ثابت، اي رقم ثابت تفاضله بكام يا شباب؟ تفاضل اي رقم ثابت بيساوي صفر، يعني تفاضل الخمسه ده او كانت سالب 5 او سالب 100 او سالب اي رقم ثابت هتطلع بصفر، مش موجوده، اتلغت خلاص، لان احنا خدنا تفاضل الداله الثابته يساوي صفر في اول قاعده. ممتاز. طيب تعال نشوف القانون اللي بعد كده، مشتقه حاصل ضرب دالتين، مشتقه حاصل ضرب دالتين. لو عندي دالتين مضروبين في بعض، وتركز عشان دي اللي بتيجي عليها اسئله كتير جدا في الامتحان. طيب يا دكتور انا بعمل المشتقه دي ازاي؟ مشتقه حاصل ضرب دالتين اعملها ازاي؟ هما دالتين، فواحده اسمها الداله الاولى وواحده اسمها الداله الثانيه، فالشغلانه بسيطه. القانون بيقول مشتقه او تفاضل حاصل ضرب دالتين بيساوي الداله الاولى نفسها هي هي في تفاضل الثانيه، احفظ معايا، زائد الثانيه في تفاضل الاولى. يلا تمام، يلا نقول قانون كده ونمزج مع بعض، الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى. مقطع موسيقى احفظها، يلا تاني. ها مين يقول معايا مشتقه حاصل ضرب دالتين بتساوي ايه، او تفاضل حاصل ضرب دالتين بيساوي ايه؟ الاولى في تفاضل الثانيه، الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى، الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى. مركز يا حبيبي ولا نمت مني يا باشمهندس؟
ركز، الموضوع بسيط جدا. فانا دلوقتي عندي واي بتساوي دالتين، الداله الاولى اللي هي جوه القوس الاولاني ده، والداله الثانيه اللي هو جوه القوس الثاني. طب الداله الاولى 3 اكس ناقص 1، والداله الثانيه 4 اكس تربيع زائد 1. القانون المزيكا، قانون بيقول ايه؟ الاولى يبقى نزل الاولى زي ما هي اهي، في تفاضل الثانيه فاضل اللي جوه الثانيه اكس تربيع، قلنا تفاضلها الاثنين تنزل 2 في 4 ب 8 اكس، يبقى انا كده خلصت الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه، نزل الثانيه اللي هي 4 اكس تربيع زائد 1 في تفاضل الاولى. الاولى بكام يا علاء؟ الاولى ب 3 اكس ناقص 1. تفاضل ال 3 اكس قلنا لما يكون رقم مضروب في الاكس تفاضله بيفضل الرقم وحده، لان تفاضل الاكس بواحد، يبقى نزلت ال 3. طيب يا علاء، سالب 1 ده ايه؟ دي اول قاعده يا دكتور، اللي هي بتقول تفاضل اي داله ثابته بصفر، يبقى سالب 1 ده مشي خلاص طار. حبيبي ركز معايا، خلاص القانون خلص وخلص التفاضل. لا، لازم احاول اخلص المساله واضرب الاقواس. 8 اكس في 3 اكس، 3 في 8 ب 24، واكس في اكس بيديني اكس تربيع. طيب بعد كده اضرب في القوس اللي جوه، سالب 1 في 8 اكس بسالب 8 اكس. ماشي، كل الناس فاهمه ولا في حد مش فاهم؟ كله فاهم ان شاء الله. 4 اكس تربيع في 3، 3 في 4 ب 12، والاكس تربيع تنزل، وبعد كده 1 في 3 ب 3. طب والله يا دكتور في حاجات فيها اكس تربيع وفي حاجات فيها اكس تربيع، لم اللي كل الناس اللي شبه بعض مع بعض. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ والله في اكس تربيع خليها مع اكس تربيع، في اكس تكعيب خليها مع اكس تكعيب، في اكس بس خليها مع اكس بس، في ارقام ثابته جمع كل الثوابت مع بعض. ماشي يا معلم، فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. يبقى 24 اكس تربيع، فين اختها الثانيه الاكس تربيع؟ اهي، يبقى 12 زائد 24 ب 36 اكس تكعيب، اكس تربيع عفوا. وبعد كده الاكسات مع الاكسات، في اكسات ثانيه؟ ما فيش غير اكسات واحده اهي، سالب 8 اكس تنزل. طب في ارقام مع ارقام؟ ما فيش ارقام ثانيه غير الثلاثه تنزل. يبقى تاني نشغل قاعدة المزيكا، الأولى في تفاضل التانية زائد التانية في تفاضل الأولى. خلاص أعتقد المسألة دي أي نوع منها تمام، على حصل ضرب دالتين كل الناس فهماها بإذن الله. طيب تعال ناخد قانون اللي هو تفاضل خارج قسمة. إحنا خدنا مشتقة حاصل ضرب، عكس الضرب القسمة، يبقى قسمة دالتين. يا شباب يا شباب يا شباب، أنا دلوقتي عندي أي كسر، عندي أي كسر، الكسر ده تمام عبارة عن إيه الكسر؟ الكسر أهو عبارة عن بسط ومقام، تمام؟ أنا لما أقول لك س على ص أو إكس على واي أو أي حاجة على أي حاجة، ده اللي فوق هو البسط واللي تحت هو المقام، والشرطة دي بنسميها في الرياضة شرطة الكسر. بما ان انت قلت مزيكا في الضرب، ما تيجي نقول مزيكا فين؟ نقول في خارج القسمه، احنا قلنا اللي تحت اسمه المقام، طب القانون هيبقى ازاي؟ وتخلي بالك عشان احنا خدنا قبل كده ان الجمع ابدالي بس الطرح غير ابدالي. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني والله لو انت قلت هنا الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى، او قلت الثانيه في تفاضل الاولى زائد الاولى في تفاضل الثانيه الاول، مش هتفرق، لان الجمع هنا خلي بالك ابدالي. اما هنا طرح، الطرح ليست ابدالي، يبقى لازم تحفظها بالترتيب يا معلم. طب خارج القسمه بيقول ايه؟ المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. ينفع اقلبها اقول البسط الاول؟ غلط، على المقام تربيع. اقول لك سكه بسيطه، مش انت بتبدا هنا في المقام تربيع، يبقى دايما فوق هيبدا بمين؟ هيبدا بالمقام. يبقى مشتقه او تفاضل خارج قسم الدالتين. تاني ابدأ اعمل شرطة تركيز واكتب تحت المقام تربيع، فوق ابدأ بالمقام، يبقى المقام في تفاضل البسط. المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. تعالى شوف كده احنا مذاكرينها صح ولا لا، تعالى نشوف مذاكرينها صح ولا لا. عملنا شرطة الكسر، تحت هنا احنا قلنا هنكتب مين؟ المقام تربيع، ما تنساش تربيع، ما تنساش. المقام تربيع، مركز؟ طيب هبدأ فوق هنا بمين؟ بالمقام. يبقى المقام في مين؟ في تفاضل البسط، تفاضل
البسط ناقص ناقص، دي ما تبقاش زائد لأن دي شرط أساسي عندي، الإشارة هنا ناقص ناقص، المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل من المقام. يبقى خلاص كده احنا عرفنا القانون، ببدأ بالمقام تربيع تحت. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي مشتقة خارج قسم الدالتين، مشتقة خارج قسم الدالتين، يبقى المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام تربيع. تعال ناخد واحدة بسيطة كده، الواي بتساوي اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد، يبقى تفاضل الواي بواي داش. طيب هنا ده المقام اللي تحت اللي هو اكس ناقص واحد، ينزل اكس ناقص واحد الكل تربيع. طب فوق هكتب مين الاول؟ المقام اللي هو اكس ناقص واحد في تفاضل البسط، الاكس تفاضلها بواحد والواحد ده تفاضله بصفر خلاص، ناقص البسط، البسط اللي هو اكس زائد واحد ده البسط في تفاضل المقام، تفاضل الاكس بواحد وتفاضل السالب واحد بصفر. بعد كده اضرب واحد في اكس باكس، واحد في سالب واحد بسالب واحد، بعد كده واحد في اكس باكس وواحد في واحد بواحد، بس خلي بالك السالب ده تدخل على الاثنين، يعني السالب تدخل على الاكس تبقى سالب اكس، والسالب تدخل على الواحد تبقى سالب واحد. يبقى انا عندي مين دلوقتي؟ اكس وسالب اكس يروحوا مع بعض، وادي سالب واحد وسالب واحد يديني سالب اثنين. في لا مفيش تاني خلاص، اكس راحت مع سالب اكس، اصحى سالب اثنين على اكس ناقص واحد الكل تربيع، اكس ناقص واحد الكل تربيع. طيب القاعده اللي بعد كده بتقول لي ايه؟ اذا كانت الواي بتساوي اف اوف اكس والداله كلها اس ان، الداله كلها اس ان، نعمل ايه؟ هننزل الاس على السطر الان ونحط كل الداله ونخلي الان نطرح منها واحد، تبقى ان ناقص واحد في تفاضل ما بداخل الدالة، يبقى مشتقة القوس يا شباب في مشتقة ما بداخل القوس، يبقى القانون ده القوس كله أس خمسة أس ستة أس عشرة زي المسألة دي أهو، إكس زائد إكس تربيع زائد واحد الكل أس خمسة. هنعملها إزاي؟ تفاضل الواي بواي داش، وبعد كده إكس أس خمسة أنزل الخمسة تحت وتبقى الكل اس 4 وانزل كل القوس في تفاضل ما بداخل القوس، اكس تربيع تفاضلها ب 2 اكس خلاص، يبقى 2 اكس اضربها في 5 تبقى ب 10 اكس، واكس تربيع زائد 1 الكل اس 4 تنزل. يبقى انا كده خلصت القاعده السابعه تمام في قواعد التفاضل. تعال نرجع نجيب كل الكلام اللي شرحناه من الاول، التفاضل كان بدايته نهايات، هو عباره عن ليميت دلتا اكس لما تقول للصفر للاف اوف اكس زائد دلتا اكس ناقص اف اوف اكس على دلتا اكس اللي هو اف داش اللي هو التفاضل، فالواي بيبقى تفاضلها واي داش او بيسموها دي واي باي دي اكس، يعني تفاضل الواي بالنسبه للاكس. طب ايه هي قوانين الاشتقاق؟ قلنا الداله الثابته تفاضلها بصفر، فلو اف اوف اكس تساوي 10 يبقى اف داش اوف اكس تساوي صفر، اي رقم هنا تفاضله بصفر. طب لما يكون واي بتساوي اكس اس ان نعمل ايه؟ نزل الاس واطرح منه واحد، واطرح من مين؟ من الاس ده واحد. يعني لو اف اوف اكس تساوي اكس اس 3 انزل الاس، يبقى الثلاثه تنزل على السطر واطرح من الاس واحد بيت اكس تربيع، يبقى 3 اكس تربيع. تفاضل الاكس بس لوحديها بواحد، خلاص عرفناها ازاي وشرحناها بالتفصيل. طب لو كان ثابت مضروب في داله اطلع الثابت بره وفاضل الداله بس اهو 3 اكس تربيع، مالناش دعوه بالثلاثه تطلع بره وفاضل الاكس تربيع ب 2 اكس، يبقى 2 اكس في 3 ب 6 اكس. نفس القصه المساله الثانيه دي. طب لو كان مجموع جبري سواء كان جمع او طرح لمشتقات اعمل كل واحده على حده. طيب المزيكا بقى فين؟ في حكايه الضرب، ضرب دالتين وقسم الدالتين، ضرب دالتين الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانية في تفاضل الأولى، خارج قسم الدالتين قلنا المقام تحت تربيع وبعدين المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام تربيع. طب لو كانت دالة يا شباب
اف اوف اكس الكل اس ان، ده اسمه تفاضل القوس او مشتقه القوس. يبقى هي عباره عن كان القوس ده دال عادي، بنزل الان واطرح منها واحد في تفاضل ما بداخل القوس. يبقى تفاضل القوس يبقى عباره عن تفاضل القوس نفسه في تفاضل ما بداخل القوس. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه نبدا ناخد مسائل كتير ونبدا نكمل قواعد الاشتقاق بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.